بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نستفسر عن الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، في هذه الآيات بداية حلقة يذكر الله سبحانه وتعالى أنه ألزم كل إنسان من بني آدم طائره، أي عمله الذي عمله من خير أو شر، ألزمه طائره في عنقه. المقدر له لا بد أن يجري عليه في حياته من خير أو شر، ثم فهو يعمل بموجب هذا المقدر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو يعمل باختياره ليس مجبرا. أعطاه الله الاختيار، أعطاه الله السمع والبصر والعقل، وبين له الضار من النافع، وهو إنسان عاقل مدرك، فهو يختار لنفسه إما أن يعمل صالحا باختياره، وإما أن يعمل عملا سيئا باختياره وإرادته. هذا معنى ألزمناه طائره في عنقه، يعني ما قدر له من خير أو شر. ونخرج له يوم القيامة، إذا بعث يوم القيامة، القيامة من القبور إلى الحشر والنشور ولقاء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه للمحاسبة والجزاء، نخرج له يوم القيامة كتابا، الكتاب الذي أملاه في حياته من الحسنات والسيئات التي عملها في الدنيا كلها مسجلة بأيدي الحفظة والكتبة الذين يلازمونه في حياته، فيسجلون عليه كل ما يعمل من خير أو شر في صحائف مع الحفظة. هذه الصحائف تخرج له يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا يقرأه ويراه ويبصره. ثم يقال له اقرأ كتابك، فيقرأه سواء كان في الدنيا يقرأ ويكتب أو كان لا يقرأ ويكتب، يقرأ الإنسان، كل إنسان يقرأ كتابه. اقرأ كتابك الذي أمليته في الدنيا من خير أو شر، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، في يوم القيامة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنت إنما تقابل عملا عملته في الدنيا وسجل عليك، وتلقاه يوم القيامة منشورا. كل يقرأ كتابه، الذي يقرأ في الدنيا ويكتب والذي لا يقرأ ولا يكتب، كلهم يقرؤون كتابهم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا، وأن الله جل وعلا لم يظلمك،
وإنما أنت الذي قدمت لنفسك هذا العمل باختيارك وطوعك وإرادتك وقدرتك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فإذا كان فيه ما يسوءك فلا تلومن إلا نفسك. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان من الإخوة والأخوات، 011-442-83-13، مرة ثانية 011-442-83-13. نرجو أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة وفي محيطنا الشرعي. أسئلة وردت قبل البرنامج الشيخ صالح، يسأل هذا السائل عن ما مدى صحة كذب المنجمون ولو صدقوا، هل هذا حديث وما معناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أثر يروى ومعناه صحيح، أن المنجمين يكذبون، الذين يستدلون بالنجوم على الحوادث الأرضية، يستدلون بالحركات الفلكية على الحوادث الأرضية، هؤلاء هم المنجمون الذين يعتقدون في النجوم أنها هي التي تتصرف في هذا الكون، وهي التي تجلب الخير والشر، وتجلب المطر، وتجلب غير ذلك من المضار أو من المنافع، يعتقدون فيها. هؤلاء كذبوا على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث، يعني القرآن، أنتم مدهنون، يعني متساهلون ومتثاقلون عن العمل ومتكاسلون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون رزقكم إلى النجوم وأنها هي التي دبرت لكم الرزق. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، فالنجوم ليس لها تصرف في هذا الكون، فالذين يعتقدون فيها ويستدلون بها على الحوادث الأرضية هؤلاء كذبة. فالمعنى العبارة صحيح، كذب المنجمون ولو صدقوا. جاء في الحديث أن الشياطين تسترق السمع، فيرسل عليهم الشهاب، فمنهم من يدركه الشهاب فيحترق، ومنهم من يصل إلى الأرض قبل أن يدركه الشهاب وقد سمع كلمة واحدة من السماء من حديث الملائكة، فيلقيها إلى الكاهن الذي في الأرض، والكاهن يكذب معها 100 كذبة كما في الحديث، فيصدق الكاهن، تصدق 100 كذبة بسبب كلمة واحدة من السماء. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابتهم مطر في الليل وهم بالحديبية قريب من مكة، من الحد الغربي للحرم، أصابتهم سحابة أو مطر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الفجر قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله: صدق، من أصبح اليوم من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجوم، فأما من قال مطرنا
بنوء كذا وكذا فهو كذاب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. يسأل يقول هل هذا حديث الشيخ صالح كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك؟ نعم، هذا فيه الرد على الرمالين الذين يخطون في الرمل ويخبرون عن الغائب وعن هؤلاء كذبة، وإنما كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خط هذا النبي فإنه يصدق، لكن من يوافق خط هذا النبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الشيخ صالح حديث أبي بن كعب فيما معناه رضي الله عنه: كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الثلث. قال: ما شئت. قال: النصف. إلى آخر الحديث. المراد بهذا الدعاء: أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، أجعل لك نصفها، أجعل لك كلها، أجعل لك ربعها. وفي كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فلما قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي كله، قال: إذن تكفى همك. إلى آخر الحديث. فالمراد بالصلاة هنا، المراد بالدعاء، المراد بالصلاة هنا هو الدعاء. نعم. هذا سائل يا شيخ يقول: زميلي عنده استراحات وعنده كلاب حراسة، فيريد أن يستغني عن واحد من هذه، فما حكم بيع هذه الحيوانات وخصوصا الكلب وأكل الثمن؟ لا يجوز بيع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي يعني الزانية، فلا يجوز بيع الكلاب ولا بيع القطط والهر، إنما يجوز بيع الحيوانات التي ينتفع بها بما أباح الله. نعم. اتصال علاء من مكة المكرمة، تفضل يا علاء، اسمعنا من الهاتف يا علاء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. خير الحمد لله. شيخ لو سمحت عندي سؤال. أنا محتاج تمويل من بنك، فجيت قدمت على تورق أو تمويل إسلامي من بنك الجزيرة، وقالوا لي نوع التمويل هو شراء سلعة، ومن أنواع السلع اللي هو الأرز، فما أدري حكم يا شيخ أثابكم الله. إذا ملكوا السلعة من الأرز أو من الأقمشة أو السيارات، إذا اشتروها وملكوها قبل أن يعقدوا معك ثم باعوها عليك بعد ما ملكوها وقبضوها، ثم أنت اشتريتها وبعتها وقضيت حاجتك، فإذا حل الأجل تسدد لهم ثمن هذه السلعة، هذه مسألة التورق، وهي جائزة عند الجمهور لأجل الحاجة المحتاجين الذين لا يجدون من يقرضهم قرضا حسنا. نعم. من الأسئلة التي وردت، يقول السائل أبو إبراهيم: كثرت في زماننا هذا بعض العبارات على زجاج السيارات الخلفي: اذكر الله، ما شاء الله، سبحان الله. هذا لا ينبغي كتابة الأذكار على الجدران أو على الشوارع أو على لوحات السيارات، لأن هذا تعريض لذكر الله، تعريض لإهانته. وذكر الله ليس بالكتابة على الجدران أو على اللوحات، ذكر الله بالقلوب وباللسان، الذي يريد أن يذكر الله يذكره بلسانه وبقلبه، ولا يكتب ذلك على الجدران أو على غيرها. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة أم عبد الله تقول: ما معنى حديث المرء على دين خليله؟
قبل هذا إكمال للجواب الأول. نعم يا شيخ. إذا كان من يعلق هذه الأذكار على سيارته أو على نفسه أو يريد بذلك الحراسة فهذه حروز، هذا من تعليق الحروز ومن تعليق التمايم ولا يجوز هذا. نعم. وأما ما ذكرت، ما المرء على دين خليله. نعم، المرء على دين خليله، يعني أن القرين يكتسب من قرينه خيرا أو شرا، فإن كان جليسه صالحا استفاد منه الصلاح والعمل الصالح واقتدى به، وإن كان جليسه سيئا أو فاسدا أثر عليه وتخلق بأخلاقه، فهذا فيه الحث على اختيار الرفقاء الصالحين والجلساء الصالحين والابتعاد عن جلساء السوء. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كبائع المسك ونافخ الكير، فالذي يصاحب بائع المسك لا يفقد بذلك أن يجد منه خيرا، إما أن يشتري منه مسكا وإما أن يعطيه صاحبه مسكا بلا ثمن، وإما يجد رائحة طيبة في مدة مصاحبته له. وأما جليس السوء فهو كنافخ الكير، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة في وقت جلوسك عنده. نعم. أبو عادل يقول: يا شيخ، في الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اشرحوا هذه الآية. هذه الآية هي آية الوضوء والاغتسال من الجنابة، الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا نويتم الصلاة وأردتم الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الطهارة الصغرى يستعمل لها الوضوء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه جملة رخص المريض الذي لا يستطيع الوضوء واستعمال الماء لمرضه يكتفي بالتيمم، وكذلك المسافر الذي لا يجد الماء أو لا يجد ماء يكفي حاجته وطهارته فإنه يعدل إلى التيمم، وهو أن يضرب بيديه مبسوطتين على التراب الطاهر ثم يمسح ببطون أصابعه وجهه ويمسح براحتيه بكفيه، وإن ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة لكفيه، فلا بأس بذلك، فهذا بدل من طهارة الماء للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء وللمسافر الذي لا يجد الماء يكتفي بالتيمم، فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما تصاعد من الغبار صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في آية النساء. وفي آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الغبار الذي علق باليدين. نعم. من الجنوب حسن له سؤالين، تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. قضية الشيخ، عندي سؤالين لو سمحت. الأول عندي الوالدة قبل تقريبا 20 سنة كانت حامل في 8 شهور وحصل جماع بينها وبين الوالد فسقط الجنين، فهل عليها كفارة مثلا؟ السؤال الثاني: عليها لحظة كفارة لحظة مثلا لحظة, لحظة
يجاوب الشيخ. إذا كان سقوط الجنين بسبب جماع الوالد لها فإن عليه الكفارة، عليه الدية والكفارة، من لأن هذا من قتل الخطأ. وإن كان سقوط الجنين ليس بسبب جماع الرجل لزوجته فهذا فليس عليه شيء. نعم. السؤال الثاني حسن. إذا كان الكفارة صوم يا شيخ، هل عندها الوالدة عندها الدورة تقطع لها الصوم؟ الدورة ما تمنع الصوم، تصوم وقت الطهارة شهرين متتابعين، ولو تخلدت الدورات ما تقطع التتابع، تكمل. إذا اغتسلت تكمل وتبني على ما مضى من صيامها إلى أن تكمل شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم ومع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وتليفون البرنامج يظهره الزميل المخرج على الشاشة لمن أراد الاتصال. أرجو أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة. ما المراد بالآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ عليكم أنفسكم هذا اسم فعل، أي إلزموا أنفسكم، فلا تغتروا بمن يقع في السيئات والذنوب والمخالفات، ولكن عليكم أن ترفعوا أنفسكم عن ذلك وأن تلزموها بطاعة الله. لا يقول الإنسان كل الناس على هذا فيوقع نفسه فيما وقعوا فيه من الانحرافات، بل عليه إذا ظهر هذا في الناس أن يلزم نفسه بطاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العامة، يعني لا تقتدي بهم أو تمشي ممشاهم، وإنما تلزم نفسك بطاعة الله عز وجل. ولا يقول مثل ما يقول بعض الناس كل الناس على هذا، إذا نصح عن شيء من الخلل في دينه قال كل الناس على هذا. طيب أنت مأمور بنفسك ولا تنظر إلى الناس، ذنوبهم عليهم وذنبك عليك. نعم. يقول السائل يا شيخ، بعض العامة تسأله في فتوى شرعية ثم يسرع ويفتيك ويقول سمعت والظاهر أن الإجابة لهذه الفتوى كذا وكذا. هذا لا يجوز يا أخي. إذا كان الإنسان عنده سؤال عن مشكل في أمور دينه فليرجع إلى العلماء، يذهب إلى عالم من العلماء فيسأله، أو يكتب سؤاله ويرسله إلى دار الإفتاء في الرياض ويجيبونه عليه كتابة ويرسلونه على عنوانه. فالأمر ولله الحمد ميسر، ولا تذهب إلى من هب ودب وتسأله ولو كان يدعي العلم. نعم. أبو فيصل من الرياض، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم يا شيخ، أحسن الله إليك. لدي سؤالين. السؤال الأول: إذا تسحرت لصيام التطوع مع أذان آخر مؤذن لمسجدنا في حينا فما الحكم؟ أي استيقظت والمؤذن يتأخر بين المؤذنين وهو صيام تطوع. طيب يا أخي، ليس العبارة بالأذان، العبارة بطلوع الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كنت ترى طلوع الفجر فإنك تعتمد على ذلك، وإن كنت لا تراه فإنك تعتمد على أذان المؤذنين. وعليك أن تختار من يلتزم بالتوقيت ويؤذن على التوقيت. الناس اليوم الحمد لله بأيديهم تقويم أم القرى، وهو تقويم معتمد، وهو بحسب جهات البلاد الأقاليم والمواقع، فهو مفصل وموثق ومعتمد من الحكومة ومعتمد من المفتين، فعليك أن تعمل به
فتلزم الصيام عند توقيت التقويم. وإذا كان هناك مؤذن يلتزم بالتوقيت تعتمد على أذانه، أما إذا كان المؤذن لا يلتزم بالتوقيت فلا تعتبر أذانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فإذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت ويلتزم بالتوقيت تعمل بأذانه. نعم شيخ أحسن الله إليك، ما حكم صيامي هنا؟ أنت كيف صمت؟ الصيام السابق. إيه كيف صمت؟ كيف صمت؟ مع آخر مؤذن. آخر مؤذن يلتزم بالتوقيت؟ هو نعم يلتزم بالتوقيت لأنه آخر المؤذنين. آخر المؤذنين، لكن هل هو يؤذن على التوقيت؟ نعم يؤذن على التوقيت، وهو مؤذن مسجدنا، يعني المسجد المعتمد. أي مسجدكم أو مسجد غيركم، المهم هل هو يعتمد على التوقيت ولا يؤذن ولا يرجع إلى التوقيت؟ لابد أنه يعتمد على التوقيت، لابد يتأخر دقيقة أو دقيقتين. إذا كان أنك تعلم أنه يعتمد على التوقيت فإنك تصوم على أذانه لا بأس. نعم شكرا شيخ صالح. الحقيقة في هذه المناسبة بعض الناس يشكك في التقويم ويقول فيه زيادة وبعضهم يقول فيه نقص، نريد من فضيلتكم توجيه. لا يلتفت إلى قول هؤلاء الذين ما عندهم إلا الرجم بالغيب وهم لا يعرفون. تقويم من القرى معتمد ومعمم على المساجد ومعمم على الدوائر ومعتمد من جهة ولاة الأمور، فهو توقيت معتبر يبنى عليه. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لترديد الأذان، الترديد مع المؤذن، هناك أكثر من مسجد في حينا، مع من أردد حتى أنال الأجر؟ لا تؤذن على الأقرب، على الأقرب إليك، أقرب مسجد إليك تعتمد على مؤذنه وتتابعه. نعم أبو باسم يقول: العقار المؤجر شقق عمارة في عمارة يا شيخ، والتأجير للشقق متفاوت، هذا في بداية السنة أتحصل على الإيجار وهذا في آخر السنة، كيف إخراج الزكاة في هذه العمارة؟ هذا عليك أن تجعل موعدا للزكاة من السنة، تخرج زكاة ما اجتمع لديك مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من العام القادم، ليكون قد تم الحول بذلك وتكون زكيت ما جاءك متقدما أو متأخرا. تعتمد يوما من السنة تخرج زكاة ما اجتمع لديك إلى مثله من السنة القابلة. نعم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم الشرعي في نظركم والأدلة في ذلك في إطالة الخطبة يوم الجمعة أكثر من 35 دقيقة؟ على خلاف السنة، السنة أن تكون الخطبة مختصرة ومركزة، ألفاظها قليلة وجزلة ومفيدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل، المطلوب إطالة الصلاة لا إطالة الخطبة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة على فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، هذا السنة. أما العكس الذين يطيلون الخطبة ويحشونها بالكلام غير المفيد ويقصرون الصلاة ويختصرون، هذا خلاف السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم الاتصالات. سعد من حائل، تفضل يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام.
شلونك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. تفضل سؤالك يا سعد. انا مسحور ورحت لساحر يفك سحري، شو حكم علي هذا؟ هذا السؤال الاول. طيب شكرا. السؤال الثاني، لحظه جاوب الشيخ. لا يجوز الذهاب الى السحره، السحر لا يحل بالسحر يا أخي، وإنما يحل بالرقية الشرعية بالقرآن الكريم والأدوية والأدوية المباحة، ولا تذهب إلى السحرة لفك السحر، إنما تحله بالأدوية المباحة وبالأدعية وبالقرآن الكريم والرقية إلى أن يشفيك الله. طيب السؤال، إذا ذهبت لساحر في حكمي شو يصير الحكم علي إذا ذهبت لساحر؟ طيب عليك التوبة إلى الله ولا ترجع لمثل هذا. ما لي شيء إن شاء الله. طيب شكرا. بالنسبة للسؤال الثاني، إذا حجيت، نعم، متى يكون علي الحج الزاما؟ متى يكون علي الحج الزاما وإذا اقتربت دين وحجيت؟ نعم سؤاله يسأل عن الحج، متى يجب عليه وإذا اقترض للحج، هل الحج صحيح؟ يجب على المستطيع، قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بذلك أن يملك الزاد الذي يناسبه ذهابا وإيابا، وأن يملك المركوب الذي يركبه وذهابا وإيابا. فإذا قدر على هذا، على وجود الأداة التي يركبها سواء بملكها أو بالتأجير مع الناس، ويملك الزاد الذي يغنيه عن في سفره، يغنيه عن الناس، فإنه يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر. نعم. الذي عليه دين هل يقوم بالحج والعمرة؟ يسدد الدين أولا، إن كان ماله قليل فإنه يبدأ بالدين، فإذا بقي شيء بعد الدين يحج. وأما إذا كان ماله واسعا يتسع للدين وللحج فلا بأس أن يحج، وإذا جاء يسدد الدين. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، يسأل عن حكم بيع دراهم بدراهم نسيئة، ثم ما المراد بالنسيئة؟ المراد بالنسيئة التأجيل، ولا يجوز بيع الدراهم بدراهم نسيئة يعني مؤجلة، هذا صرف، والصرف يشترط فيه التقابض، ولا يتفرقان وبين من المجلس وبينهما شيء. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ يسأل عن ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ معناه أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، ما تحبه من أجل أنه يعطيك مال، أو من أجل أنه ينفعك بمادة دنيوية، وإنما تحبه لأنه رجل صالح. والبغض في الله ما تبغضه لأنه ما أعطاك شيء أو لأنه، ولكن تبغضه لأنه عدو لله وأنه مخالف لطاعة الله سبحانه وتعالى، فتبغضه من أجل ذلك، لا من أجل أنه ما أعطاك شيء، أو من أجل أن بينك وبينه حزازات أو ما أشبه ذلك. نعم. عطية من الرياض معنا على الخط، فضل عطية. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساك بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. أنا عندي سؤالين يا شيخ. أنا عندي السؤال الأول عن الخبز أجيبه من المخابز، وبعض العمال يدسون برجليهم عشان نعلفوا للغنم، نعطي للغنم. إيش يقول؟ سؤالك يا عطية عن الخبز تقول؟ إي نعم. أيوة. بعض العمال يدسون برجليهم عشان ينعمون ويطعمون للغنم. إيه. السؤال الثاني، لحظة عطية. نعم الشيخ صالح. إذا كانوا نظفوا أرجلهم وليس فيها أوساخ وليس فيها النجاسة والخبز العجين كثير
ولا يستطيعون عمله إلا بأرجلهم لا بأس بذلك، ولكن إذا كان هناك آلات، الحمد لله الآن هناك آلات للعجين يعني هي التي تقوم بعمل العجين، ما حاجة إلى الرجلين الآن. نعم. السؤال الثاني عطية. بارك الله يا شيخ، الواحد دخل الحمام بغى يتوضا، يجوز يتشاهد داخل الحمام ولا؟ طيب شكرا. إذا خرج من يعني من دورة المياه اللي فيها محل قضاء الحاجة، إذا خرج من محل قضاء الحاجة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عند فراغه من الوضوء وخروجه من محل قضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يسأل هذا السائل يقول ما حكم خروج المعتدة إلى قصر الزواج مع صديقاتها؟ وش نوع العدة؟ وفاة المعتدة من الوفاة تلزم البيت، قال صلى الله عليه وسلم أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تكملي العدة، وإذا احتاجت إلى شيء وليس عندها أحد يحضره لها فإنها تخرج له في النهار، تخرج لحاجتها في النهار ولا تخرج في الليل. نعم. يا شيخ صالح، فضلات الأغنام هل تؤثر على طهارة الملابس؟ الأغنام طاهرة، فضلاتها وما بقي منها مما أكلت منها أو شربت منه فإنه طاهر والحمد لله. نعم. يقول هل تكفي سورة الفاتحة في الرقية؟ تكفي سورة الفاتحة، هو إذا دعا معها بأدعية أو قرأ معها شيء من القرآن فهذا زيادة خير. نعم. ما معنى يقول تعاهد القرآن؟ تعاهد القرآن يعني أكثر من تلاوته، فإنه يتفلت كما تتفلت الإبل في عقولها، فالقرآن يحتاج إلى مراجعة، إذا كان يحفظ القرآن فيحتاج إلى مراجعة يكررها كل شهر، كل أسبوع، كل 10 أيام، ولا يتأخر عن قراءة القرآن حتى يتفلت عليه. نعم. يا شيخ صالح، هذا السائل يقول أنا وأختي نقوم بعشاء للوالدين يوم الاثنين والخميس على مدار السنة، ويزداد هذا العمل في رمضان بشكل يومي. لا بأس بذلك، وهذا من البر ومن الصدقة، ولكن لا تخصونه بيوم الاثنين والخميس، كل أيام الأسبوع ولله الحمد صالحة لهذا. نعم. نختم هذا اللقاء. والحاجة نعم. الحاجة قد تكون في غير يوم الجمعة ويوم الخميس، حاجة المحتاج. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لإحدى الأخوات تقول هل تحضر المرأة المحاضرات وهي عليها الدورة؟ تكون خارج المسجد تستمع من مكبر الصوت، تكون خارج المسجد لا تدخل في المسجد وهي حائض. نعم. شكر الله لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان على هذه الإجابات المسددة وهذه التوجيهات والنصائح التي نستفيد منها في حياتنا في إنارة الطريق لكل مسلم. شكر الله لكم ورفع ذكركم في الدارين شيخ صالح الفوزان، بارك الله في علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية.